عبر دائقة مديرة فنية مش مضيفة. فحصل ده فعلا، والدورة أديرت من الأستاذة هالة جلال، وكان معاها حتى من لجنة مشاهد برضه كانت من ناقدات وسينمائيات فضلية. لكن الحقيقة الكلام ده ما كملش، ما استمرتش التجربة أكتر من دورة واحدة. من وجهة نظرنا كمهرجان أسوان لقصور، قصور ما صناعة السينما بشكل عام في العالم كله، في مصر جزء منه، هي صناعة عايشة على ميراث عمره تقريبا قرن من الذكورية، هي صناعة بيقودها الرجال وبيدفعوها نحو انها تكون بتعمل يعني تمييز ايجابي لصالحهم، خصوصا في المناطق القيادية. يعني حتى جوه الفيلم ميكنج نفسه تلاقي المخرجين اغلبهم رجاله، بس في ستات شغل مديرين او شغل، يعني وكأن هناك وظائف تفترض ان يكون بها رجال ووظائف اخرى متروكه للنساء، وده غير صحيح. ومن هنا جت فكره انه قناعتي الشخصيه انه ما ينفعش مهرجان اسمه مهرجان اهداف المراه يكون على ادارته الفنيه كان المقصد والتوجه هو انه يكون بيكون كادرات جديده لممارسه هذه المهنه. يعني حتى لا يبدو كلامنا مثلا ان احنا بننفي تجارب ناس زي مدام ماجده منيس او زي مدام صباء الليسي او زي مدام ماجده خير الله او حتى زي زميلتي رشا حسني اللي هي لسه من ايام اعلن انها مبرمجه الشرق الاوسط في مهرجان ترافيكا، واحد من اكبر مهرجانات العالم، عشان هي حرفيا تبقى حققت اكبر نجاح او اي شخص مصري في مجال البرمجه. مفيش شخص مصري تم اختياره لبرمجه مهرجان مهرجان ترافيكا قبل رشا حسني وهي سيده. فبالتالي حتى يعني لو كان الكلام بشكل فاضل، بس كانت الرغبه واحنا بنشكل الفريق المره دي انه يكون الوجوه جديده، مش اشخاص انت بتجيبهم يعني ما عملوش حاجه قبل كده، بالعكس كلهم بيعملوا بشكل واضح في مجال السينما وعندهم خبرات بيها، لكن يمكن ما كانش ابدا برمجه المهرجانات هو مجال تخصصهم الرئيسي. لكن انا بس عايزه اضيف ان انا السنه اللي فاتت فعلا المهام بتاعتي كانت اداريه اكتر، والسنه دي بوجود مكتب فني من سيدات زي ما احمد قال واستاذ حازم واستاذ محمد من مجالات في السينما بس تخصصات مختلفه، سهل كتير في عمليه اختيار الافلام، وان احنا قدرنا نتناقش مع بعض كسيدات على كل المشاكل اللي بتواجه المرأة فعليا في كل البلاد مش بس في المجتمع العربي.